واليوم أتوجه إليكم، أنتم إخواني وأخواتي، عائلتي الكبيرة، أبناء شعبي الذين أستمد منهم كل العزيمة، وأطلب منكم بصوت الأب لأبنائه عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية. صحفي مصري يكتب: الدولة العظمى في العالم هي الأردن، لماذا؟ لماذا الكل يتمنى أن يكون أردنيا في هذه الظروف؟ الجواب: الأردن من أفقر دول العالم بالماء، الأردن مديونة ب$30 مليار، الأردن لا يوجد فيها بترول أو غاز، الأردن تستقبل 3 ملايين فلسطيني، الأردن تستقبل 1 مليون سوري، الأردن تستقبل 500,000 عراقي، الأردن تستقبل 500,000 عامل مصري. تخيل كل ده في الأردن البلد الفقير. إزاي الأردن يتعامل مع أزمة كورونا؟ الصين ثاني أكبر دول العالم بتضرب وبتهين بشعبها وبتقتل مريض كورونا. بريطانيا بتكلم الناس الموت قادم لا مفر، ملناش علاقة. كوريا تعزل المصابين بمخيمات. معظم الدول العربية انتشر فيها المرض وبينعمل مخيمات عزل في الصحراء ونقص بالغذاء والدواء، بس الأردن الدولة العظمى غير تماما. الأردن أول دولة في العالم تقتحم مطار الصين وبتجلي رعاياها مجانا. ركز كويس، يعني أولا الأردن تسبق دول الخليج وأوروبا وأمريكا، وبتسفر الأردنيين من الصين على حسابها وكلهم بخير. ثانيا الملك العظيم ملك الإنسانية بيجتمع بجيشه وبينزلهم للشوارع عشان ايه بقى؟ عشان يحمي الشعب من المرض. ركز، ما نزلش الجيش يفض التظاهرات، ما نزلش الجيش يقتل الشعب، ما نزلش الجيش يحمي القصور. ثالثا الأردن بينزل المرضى بفنادق 5 نجوم، دي البلد الفقيرة وكله مجانا. رابعا الأردن بسكر الجامعات والمدارس وبتحول التعليم إلكتروني، يعني العملية التعليمية مستمرة وما زالت الأجيال في بيوتها بتتعلم. دي حاجة ما سمعناش عنها في بريطانيا العظمى أو في الصين أو كوريا أو اليابان، دي حاجة عظمى ما بيعملهاش إلا دولة عظمى وملك عظيم. خامسا الأردن بيفتح قنوات تلفزيونية بتبث الدروس للطلبة. ركز ركز. سادسا الأردن بيلغي القروض والديون على الشعب وبيجبر البنوك على صرف الرواتب بنص الشهر. سابعا الأردن بيعاقب تجار رفعوا الأسعار على الشعب والحكومة بتحدد سقف الأسعار. الله يا بلد، تخيل كل ده بالأردن، ده ما سمعناش عنه في أوروبا أو أمريكا أو الخليج، ده فقط وحصريا في الأردن. فالمواطنة والانتماء هي ما نقدمه لهذا الوطن وليس ما نأخذ منه.